سيد اياد علاوي صار عندي نوستالجيا سياسيه. شنو هذا كاكاو؟ بعدين 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 تبرى الذمه انا يعني. نوستالجيا يعني الحنين الى الماضي بس مال قشله وقهوه. وين 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 ابو والله ما ادري اريد يبريني الذمه. بعدين انتقلت الموضوع ثاني قلت له قول لي هاي مادة 58 اللي صارت 140 بالنتيجه بالدستور وش سويتوا عليها؟ قالت ما تعرف؟ قلت له لا سويت نفسي ما اعرف. هاي مشكله اللي دائما تقولها ما اعرف فيها رسائل. اقول لك هذا كل هاي السنين مسوي نفسه ما يعرف احتمال هاي كلها كانت ترى ما اعرف مو رساله ما اعرف جواب وهذا الجواب تقوله بحالتين اما ما تفتهم او ما لك خلق. اللي تروح الطبيب مسالك بوليه تقول له يوجعني ويقول لك ما اعرف فلو هو ما يفتهم لو ما له خلقك. ومن تروح المحامي تقول له شبعوني نعل ايش رقم دعوه يقول لك ما اعرف لو ما يفتهم لو ما له خلقك. من تروح الرئيس وزراء وتسال اسئله تتعلق بالدوله ويقول لك ما اعرف فلو ما يفتهم لو ما له خلقك وفينات مشكله. بكل الاحوال بكل الأحوال انا ما جاي هنا اتناقر وياك اليوم اريدك تبرين الذمه عم انت ما تدري اصلا ايش مسوي له تدري انت لو ما تدري قبل لا تروح جيب بنتك وياك تعال. إذا عندك رسالة توجهيها لشخص اسمه أحمد البشير شو تقولي له؟ شو تقولي له؟ ما عندي أي رسالة إلا حقيقة. من تشوفين أحمد البشير يسوي هذه الأشياء عنك ويتكلم هذا الشيء تبتسمين؟ والله أضحك. ما تنزعجين. لا أكيد لا. والله كذابة ما تضحك. والله أنا أدري ما تضحك والله. انا ادري كل شيء ضوج بس يلا ايش سوي صار رجع الجن بس رجع الجن اي يابا هذا الفيديو طلعناه بوقت البرنامج وسخرنا من عنده باع الجن ايش سوى بيه سوالف يعني بنيه تتقبل النقد بلطف ليش نحكي وياها نشاقه وياها مرت الاخ برين الذمه ساره هاي دنيا ما تدري يجوز باكر عقبه يجوز اروح بحوادث انفجاريه واصير حمويسيه